النكت. هاي تبدأ خسارة كما تحب. تحب أزمات دولية أنت تو؟ مش تحب أزمات داخلية؟ تفضل. ليه تاعنا عاد حوت واحد ليه ولا ليه؟ قال لك مرأة تحكي جارتها قلت لها راجلي خرج يشري في كيلو لحم ضربته كهربا مات الجارة وش عمل؟ مش عندي ما نعمل؟ عملت مقلي وبرا. نكتة ضامرة فهمتها وليدة؟ فهمتها بي سي با سمباتيك بي. مرأة عزوزة سمعت بعزرائيل يدور في الحومة لطيف حبت ألعبها صغيرة باش ما يهزهاش جابت السيريلاك بتاع الصغار وقعدت تاكل فيه جاها عزرائيل قالها اش تعملي قالت له ان مام في السيريلاك قال باهي هاي نمشوا باي باي تبسم سفيان كمان تبسمت بلمحك تبسم ربيب ما تأثرش على النتيجة ولكن وليد مردوده تحسن أوكي. قالك تاكسيست راقد في الليل دخلت عليه مرة وصلت في الباب بشوية ما تضحكش من فضلكم الحكم لا يركز سيد الحكم هذا المقلود بس مركز أموري محسوب حكام تونس مركزين تفضل كل جولة ماتش وتسلل وبوندو ضايعين تفضل يا سفيان لا فما تميع القضية لي هاي نرجع قال لك فهم تاكسي فهم تاكسي راقد دخلت عليه مرتا في الليل سكرت الباب هكا بشوية فاق وقال عاود حل الباب وسكروا تحية للتاكسيات والواجهات والنقل الجميع اللي يسمعوا فينا الكل قال لك زوجة أمريكية حلت الباب لزوجها حضنها قالها اشتقت إليك شافهم تونسي عجبته الفازة مشال الدار مرته حلت له الباب وهو عنق قلت له أمان ما تقوليش فما شكون مين والله عالمين والله يحلم منش مول في يعني هذه نكتة ولكن في حكمة رو نقصين حنان شكون حنان وليد حنان شكراً اضحك سفيان دونك واحد بليش وليد يلا انا شكرا اي ما ضحكش في التمثيل ضحكتك في النكت حسبوا فيك حتى الثمانيه بتاع الليل بعد يلا قال لك يا سيدي واحد روح من الخدمه وكرمطر تصب برشا يلقى الجيران قدام داره قال له مش فاهم لاباس قالوا له مرتك راهو هزها الماء قال لهم والله عرفتها من اللي بدات تصب قلت ربي باش يعطي خير وان شاء الله بحول الله نكته واقعيه شويه برخي واحد بليش وليد رابح قال لك واحد يتعشى في البركون قال لمرته جيبي لي الملح قالت له قوم انت اقرب مني طامع فيا انا تعبه فجاه ضرب تليفونها في الكوجينه مشيت تجري لقيت مساج مكتوب فيه جيبي الملح معاك نكته مش مشكله قالوا قالوا شنو يقولوا نكتب مش مشكل يلا هذه الكواليس اللي المفروض ما تشوفوهاش يلا تفضل سفيان استاذ قال للتلميذ نتاعو اكتبوا موضوع تخيل فيه نفسك مدير باحدى الشركات التلامذه الكل تخدم كان واحد قعد شبيك ما بديتش تخدم فاش استنى لا نور مو تعطي نقطة هدف ثاني الوليد طبعا خطر على سوء الفهم معناتها مطبوعة في ورقة والإذاعة توفر له في حبرية هي يعني الامبريمونت حبرية من درجة رفيعة هذا يدل انك ما رجعتش النكت وليد نمشيو للتليفونات اللي بعثتهم له مرته اللي يبعد على وصايا مرته باش يضيع ويخسر اعطينا نكتة وليد قال لك فهم مزرعة تاع دجاج فيها ما يقارب 1000 دجاجة لكن الدجاجات عند مشهر لوحده فيهم بطة عظمة خل مسكين مول المزرعة خل نهار مول المزرعة اخطف دجاجة قدامهم قال مليتوه هذية وعمل لك اذبحها الراس في شيرة والبدن في شيرة قال مغدوة لما تنلقاش تحتها حارة نذبح تفجعوا كالدجاجات ليلة كاملة وهم يتعصروا يبيضوا في العظم جاء صباح اللي هزها يلقى تحتها حارة يلم في العظم هز واحدة يلقى كعبتين قال ايش بيكي تحتك كعبتين انت قال له احمد ربي ودي سردوك معك ومقدمها قديمه لكن امتع لي الاداء مزيان يلا سفيان اي سيدي قال لك فم واحد مشحاح يديه اليمين ما تمدش يديه اليسار واقف في البلكون وولده مروح بالمدرسه شاف بوه ولا يعيط بابا قالوا يا رذيل بابا بركيزي
والله ممتازه ولكن خساره ما فهمهاش. والله حلو. يلا نكته الوليد نكته سفيان. قالك واحد مصري يحس في عركه بيه زوز تواسه. واحد لفت للثاني قالوا يا عم الله يا جبري. لفت المصري قالوا خلاص يا جبري خلاص يا جبري خليك احسن منه. حاسين المصراوي في السبيطار. حولي الله الله يحلو. لا وليد حضر نكته اخرى. قالك فل صغير في التواليت حشاكم يغني في طلع البدر علي. كيف خرج بو ضرب وضرب وما خلالوش. ها قلت له امه تعليش تضرب فيه تعليش تضرب فيه ولدك صغير. قالها يقرا في القران في التواليت يصير منه. قلت له طلع البدر علينا انشوده مش قران. بدي البو يبكي ويغر يبكي ويغر قلت مش بكيبكي. قالها 3 سنين ما يصلي بها. يا ربي. يلا النكتة وليد انتصر. وهذه نكتة الانتصار والتشويق يرجع الغدوة. يلا وليد انتصر غدوة تعمل تعادل. خلك لبنانية ومصرية وتونسية قاعدين في جردة. عدت فل مزيان بوغوس. تلفتت اللبنانية قالت واو شو هالحلو هالأمر. تلفتت المصرية قالت أوه زي الأمر. تلفت التونسية قالت لهم حبي سوحبني وأنا ما حبيتش. سوفيان وليد انتصر 3-0. غدوة مباراة مثيرة جدا.